لكن طبعا كل مره الاتحاد الافريقي بيفضل قاعد مستني للاخر زي ما بيحصل دلوقتي. وانا بقول ما يعني لازم اقول الكلام ده، معظم اعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم او الاعضاء المكتب التنفيذي هم من المغرب الشقيق، مغرب اشقائنا وكل حاجه، لكن احنا عايزين الموضوع يبقى فير دلوقتي. يعني لو احنا المباراه النهائيه دي في بلد غير المغرب او مصر، انا بقول لكم الاهلي يكسب مستريح، لكن انت كده بتقلل فرص الاهلي وبتزود فرص الوداد. لما تحط وتقرر كاتحاد افريقي ان المباراه تتلعب في المغرب والوداد هيكون طرف النهائي، وانتوا عارفين جماهير الوداد، طب هل الاتحاد الافريقي، هل الاتحاد الافريقي هيقسم الملعب نصين؟ يعني مثلا لو الملعب يتسع ل 60,000 متفرج، هيدي 30,000 متفرج للاهلي و 30,000 متفرج للوداد المغربي؟ كلها علامات استفهام غريبه جدا. لكن احنا لو خدنا الموضوع كده من بره، انا عمري ما شفت اتحاد قاري زي الاتحاد الافريقي في تصرفاته. مفيش حياديه خالص ولا عداله في الكوره. انا مش بدافع عن الاهلي ان هو عشان الاهلي النادي مصري لا، انا بتكلم على يعني مفهوم كره القدم، مفهوم الفير بلاي، مفهوم الحياديه، مفهوم العداله في الكوره. ودي بطوله نهائي بطوله قاريه، خلي بالكم نهائي بطوله قاريه، الاهلي كوره يكسب، لكن في الظروف اللي ممكن تحصل في نهائي افريقيا في المغرب وبجماهير الوداد في صعوبه. يعني انا بقول الاهلي لو في اي حته في العالم لاعب الوداد بعيدا عن المغرب 70-30 للاهلي، نسبه مئويه 70-30 للاهلي ككوره وكقوه فريق وكخبره وككل حاجه، واكتر كمان من 70، ممكن تبقى 80-20 لصالح الاهلي. الاتحاد الافريقي خلى البطوله الوداد 60-40، الوداد 60-40% للنادي الاهلي نسبه فوزه بالبطوله. ليه؟ ان المباراه هتتلعب في المغرب، وخلي بالكم احنا تاني سنه على التوالي، انا عمري ما شفت بطوله بتتلعب سنتين ورا بعض في نفس الدوله. يعني واضح جدا، واضح جدا ان في، انا المفروض ما اقولش الكلام ده يعني غلط اللي انا اقول الكلام ده، لكن واضح جدا ان في نيه لمساعده الوداد للفوز بالبطوله. خلي بالكم في الاتحاد الافريقي دايما في قصص كتير مش مظبوطه كتير، لكن دي واضحه قوي. طب انا ليه الاتحاد الافريقي ليه خد القرار ده؟ ايه الشروط او العوامل اللي ادت للاتحاد الافريقي ان هو ياخد قرار ان البطوله تتلعب في نهائي البطوله يتلعب في المغرب؟ ايه يعني؟ مفيش غير المغرب، مع احترامي احنا بنحب المغرب جدا واشقائنا في المغرب، لكن احنا بنتكلم في بطوله فيها طرف هيكون مصري وطرف مغربي، وده نهائي ومباراه واحده. يعني لو كان مباراتين زي النظام القديم ذهاب وعوده، هنلعب ماتش في مصر في القاهره وهنلعب ماتش في المغرب، ده طبيعي. لكن مباراه واحده لا، ما تختار، ما تطلع نفسك من الشبهات الاتحاد الافريقي ويختار بلد يعني ولا مصر ولا المغرب يلعب فيها النهائي. وفي الدول الافريقيه ما شاء الله في تطور وفي البنيه التحتيه الرياضيه والملاعب، يعني كل الدول الافريقيه فيها ملاعب تقدر تستضيف. انا بقول لكم ايه، يعني انا امبارح كنت بقول خبر ان الاتحاد الافريقي، بس هم يظهر كانوا ايه راميين لنا طعم، يعني الخبر اللي هو ان البطوله هتتلعب، نهائي البطوله هتتلعب في السنغال. انا قلت كده امبارح ان احتمال نهائي البطوله ده، الكلام ده كان طالع كده متسرب من الاتحاد الافريقي ان هم بيفكروا يلعبوا المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا في السنغال، والنهارده طلع الكلام اللي هتتلعب في قطر، وقطر قالت لا، يعني الكلام ده مش مظبوط، ما حدش كلم قطر ان هم يستضيفوا المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. فانا بحمل، شوفوا بقى يعني مش عايز اقول لكم انا زعلان، ان كره القدم اسمى من كده.